بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح ومسلم ترسي الإبا في صدر الجرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب التشييد في النياحة، باب ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز. تشديد الأمر صح، تشديد أو ما جاء في النياحة واتباع النساء الجنائز. باب التشديد في النياحة، باب جبل سوراتي يني بويو كيست دوا نساء دوا جب دوجتشو كيست بانواع نور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، وحدثنا أبان بن يزيد حا، وحدثني إسحاق بن منصور ولفظ له، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، وحدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه، أي حدثنا أبا أبو أي حدث أبا سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وأفر أمتا كي يكيستي أمري ورّ واللالو تراج يوكا من أمر الجاهلية أمري ورّ واللالو تراج لتاتين. وأفر أربعون في أمتي، حال لي أفور أمتك كي يكيستي أرقمتونا من أمر الجاهلية حال ورّ واللالو ترالة تاتين. لا يتركونهن أفرنسن إنديسن الفخر في الأحساب، أدنى ده في الأحساب بالأحساب صدركاب بوتين قبدون درجة بوتين قبدون بلتا بياهو تيسن نفرادو دمينا غندو تيسن نفرادو يجورا. وطعنوا في الأنساب، وطعن يجان والوران في الأنساب يجون وسكيستي تبلو غسسا غاري متي وسكت جدي غليدا غرجليدا جاني توفتو يجودا. والاستقاء بالنجوم، أرجيران أبا بربادو أرجينا كنا سينودان كنا بيودان روبني نودوفا أرجينا كنا سيني كان يو به امو روبرت فجاني اورجيت تشركسو. والنياحه اما لي ينسى سغله الفوداني بو ينسى ولين ايو يجودا دو ارت. وقال ان النائحه اسين يتو تاتلا اذا لم تتب يرون توبتين قبل موتها دو اسيت درتي يرون توبتين تقام يوم القيامه وياك يا مارا نكافمتي قبر سيترا. وعليها حال سيرتي سربال قميص نجرون من قطران إسا أكا غرتي چتوني غالا رنفج آنفا غالا ديبان. طيب من قطران قطراني قام إسيراتي بمكوني وان إبدا حالا إتبال بلج إبدي حالا إتبال بتايتو. حالا نبي تتقبطه يجودا
guyyaa qiyaamaadhaa mallattoo gartee warra karaa hamaadhaan nama faarsee namarratti boohuu qaxiraana isaan dibee rabbiin isaan kaasuudha godhaa jechuu. Boochistuu jedhani akka biyya keenyatti yeroo namni du'e warri diinii hin qabne boochisu kana boochistuu. Qaxiraanni isa karaa makiinaa kanafa irra diban kana wal qabsiisuudhaaf jecha dhagaa wal qabsiisuuf jecha tayyib. Yeroo ispaaltii kana afuu jedhan jechuudha. So ispaaltiin afiin lafa jala waan sanarra dhagaa. Wanni kun burdaa gaazaatti irraa dalagaman fakkaata. Nabeetan silaafuu isinu. Mukarraa cilirraa waan adda addaa kanafa irraa walitti cuunfan jedha ammas. Kan ammaa kun zayitarraa bahinna. Mukaa fi cilee fa'arraa. Waan adda addaa walitti baasan. وحدثنا ابن المثنى ومن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تكمل في قتل ابن الهوى حارثة أججان المارسادة وجعفر بن أبي طالب أججان المبات جعفر المبات طالبي وعبد الله بن رواحة أججان عبد الله المرواحة جلس نتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يعرف قبيك موالك في سكينة الحزن يا نججورة يا دون مجرى لبوتك تدوت في ججة قالت جت وأنا أنظر هل أن إن كلال من صائر الباب قاول هلاتين شق الباب بقيس هلاتين هل الله فأتاه رجل قربان تلقى فقال يا رسول الله جد إن نساء جعفر دبرتوني جعفري وذكرني دبته بكاؤه نبو إنسا يسيدا فأمروا إساء جججونا مالتها تجو دبته نبو تججو تيم فأمروا إساء جججونا يذهب ديمو فينهاه نسيدوه سنت أججي فذابني ديمي فأتاه تلقى فذكرني دبته أنه نسيوان لم يطعنه إساء قالين قوني تدبته فأمره الثانية ترى لما يسيدو إساء جججونا يذهب ديمو فينهاه نسيدوه فذهبني ديمي ثم أتاو إيقنا أما اللي ديمي رسول التسديب فقال نجري والله لقد غلبننا نهنجفة نجرى يا رسول الله جي قالت نجري فزعمت نجري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال نجري إذا بديمي فحس حماري في أفواهن فنواني سير أكيزت من التراب بجرى قالت عائشة نجري فقلت نجري أرغم الله أنفك ربي فنيانك لفتها متنسو والله ما تفعلو أتهن دلجد ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لك يتسأجد والرسول يتسأجد دلجد وما تركت رسول الله رسول ربي تلي واهن ديسن أتنكني من العناء جنكرة ديمتتما أزدبت رسول جنكتا أكنا جد فقلت أرغم الله أنفك يتين
أتي رسول أزاق وتجرتا وما كففت عن البكاء بوين سر وين دوينه دبرتوت اللي أرغون دان ديني كفتي رسول غرتي واتمو اللي ديستو جتين والله ما تفعل ما أمرك به ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيهن وإن كان نهاهن لأنه لم يترتب على فعله الامتثال فكأنه لم يفعله أو لم يفعل يفعل الحسوة بالتراب تعذره والمعنى إنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حين بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء كوان جتوت أتي أزمة ديمتي رسولة جنكا أولت تورغوس واهندن دين جرس نسبية فنترتك رسول جدسن أز ديبتي رسول اللي غفتشون ديستو دات نبيك يزلها همتي نما برا رسول إرغوف أتملا كوان جتوت سين وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الله وهي ديس من الأعناق من الأعناق يكون كورة هذا الدين تلو مقافي أن تين كورة يكمل الله إن جلس من كتاب مول حاجتين وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاوى حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني من مسلم كله معنى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه أي نحو ما روى عبد الوهاب عن إيهاب بن سعيد وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي أي التعب بمعنى العناء جاني رسول ربي جنكرة أتواه اللكسنة حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نرتك بمع البيعة فإلما نرتك به جعل علينا معاشر النساء رسول الله مع البيعة للإسلام إسلامنا ورتب إلما نقوله والجين ألا ننوح إيو ربو دعاء سقليتين يعرفون فارسولان إيو ربو بإلما نرتك به فما وفت واهنقون منا نرى إمرات ننتلون تكلين من دين إيه تيجوله فإلما سوانقون إلا خمس شمالي أم سليم آية سليم مالي وأم العلاء أم العلاء مالي وابنة أبي سبرا مالي امرأة معازني كتا تجارة معازن أو ابنة أبي سبرا وامرأة معازني وكانت لبا سبرا تبي جارة معاز مالي رابط لفزي شك شريعة اتزلق الرتبة إلى ما من رافوه إن تأجج الرتبة لسنه إنما قتلت حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أسبات حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أهدين الرتبة في البيعة بإلى من قلوا خيسة تججر ألا ننوح إيو ربو أهدين الرتبة أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا ننوح إيو ربودان فما وفت واهنقون نبا إلما سمنا نؤوك نرى غير خمس نما شمله منهن أم سليم شنان سنراتك أيو سليميت جئتي لك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية أين تربوته يبايعنك كما لمس يقول على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك برتوني مؤمن توتا يروس ترفتبا إلى مس يقول ودافع على ألا يشركنا بالله شيئا واتك الله كن ديس ربورتي ولا يعسينك سيدز ربورتي في معروف في فعل معروف وان قاري دلقو خيست قالت نجت كان منه النياحة كانت أجر منه جتان
ما أخذ علينا البيعة فيه وأن بايل من رتك بسن سن الرانيت النياحة ترك النياحة ينسلكسون وأن النادين رافو الراس دو الرت يلكسون قالت أيون أطياني فقلت نجد يا رسول الله إلا على فلان سرق إبليجرا قرو ورق إبلو ملي هيا من أقول إساني ولين تكو نين إياه فإنهم إسانوا وانكا قاف قلتين تقلتين جبا فإنهم برسان سن كانوا نتاني أسعدوني كان أقرقارا في الجاهلية زبنا ولا لما راك يزد فلا بد فين سنافين جلو لي أنا كان من أن أسعدهم سان قرقارونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هارك إساني ديبو راجو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا فلان ورعبلو ملي أيه ورعبلو تيف إيه تقاف واتقلن هارك كفلتو ayam si wode jira kana je nyecho illa ala fulani namato ko islamina yero asensan suta suta nakan je chuda halata inni je jabati khaysa tila shirra qudatum bode ni nu jaratu bdema حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز جنازة جلدي مرافر أوامن تاني ولم يعزم علينا نورة جبهي فمنيجت لشيد أمو وحدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا أبو سامة حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا ندعو من اتباع الجنائز جنازة جلدي مرافر ولم يعزم علينا نورة جبهي فمنيجت فوان كل التنزيه تتما مالي كارا من ناسا نيمتي ديمون دان دي سيجورا ولم يعزم علينا باب الأمر بغسل الميت وبيان كيفية باب في غسل الميت باب الدعاء لكو كيست واين ودفت وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم نبي رب نرت والسين ونحن نغسل وهال نتركن ابنته إن تليسا فقال اغسلنها ثلاثا ثلاثا لديك أو خمسا يوكاشا لديك أو أكثر من ذلك يوكاشا لديك إن رأيتنا يوغرتا ذلك هدوركوسا يوغرتا يوئتيسن حاجم سيسججو رأيتنا ذلك يوسني ملت الدرغزو بما إن بشان الدكا وسدر كركرا دانكا مكا كركرا جدا موكاو كارو وجعلنا قدا في الآخرة لكان سر رابودا كسرت كافورا كافورا قدا أو يوكاو غرت شيئا من كافور وهي كافورا راتي أو قالت معاديا نجدت شيئا من كافرين جد شاكين راو الراج وديسا ديسا فإذا فرقتن اسنغرت يرورا واتن فآذنني نبيسسا فآذنني نبيسسا فلما فرقنا وقمراواني آذنناو إسا بيسسني فألقى ندرب إلينا قمك هنيت حقوه مرتو إسا قمك هنيت درب فقال نجد أشعرنا أنسا ها إستي أنسا إياه مرتوسا إتي أنسى أجل مرتوسا إتنا أنسى وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عدية قالت مشتناها ثلاث قرون يسير أبني في الله مشتناها يسير أبني في الله أم عدية جدا ثلاثة قرون ججا وجعلناه فلاسا نقوان ثلاثة قرون قنا قنا سدي قنا قنا يجون الشمي سديتشو دواما متادا سدي وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاو حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاو حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تكان دبر النبي راني دوته وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نتركه ونحن نغسل ابنته هالة تلسارين وفي حديث مالك قالت نجة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته رسول رب نرت ألسين يرون تلي زاده بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عتية بنحوه أي بنحو ما حدث أخوها محمد عن أم عتية غير أنه غير أن أيوب كان جن أيوب كن قال نجي أمالي في حديثه عن حفصة حفصة أديس كيستي ولو قال غير أنها قالت وسجد لكان أوضح لأن الغرض بيان متابعة حفصة لمحمد أي زاد بعد قولي اغسلنها ثلاثا أو خمسا لفظة أو سبعا دبل ولم يقل أو أكثر من ذلك سننجن رأيتنا ذلك غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتنا ذلك غير أنه كان جن أن أيوب قال نجد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتنا ذلك جاء قالت حفصة عن أم عتية وجعلنا نقول رأس متأس إلى ثلاثة قرون قنا ستقونف وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عتية قالت اغسلنها وترا وتر تتكاد كريرا ثلاثا سدي أو خمسة يوكاشا أو سبعا تربا يوكا قالوا قالت أم عتية مشتنا إلى ثلاثة قرون وجعلنا ثلاثة قرون جاتشو قنا ستقونف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال أمر حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية حدثنا عاصم الأهول عن نفسة بنت سيرين عن أم عتية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أنت لرسول أبو مدوت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجر اغسلنا اغسلنا لك ها يزيد أبوترا قريت لك اغسلنا لك ها يزيد أبوترا Bikan sakarida. Karin kuna kami. Talasan sadidika au khamsa shandika yoka. Waja'alna goda fi al-khamisati. Bikan sachana isitu da kisati kafuran kafura kana goda au shia min kafurin. Waya kafuran rata kabaricho. Kabaricho jinanga kafuran. فإذا غسلتنها يروسي سنتيتا فعلمنا نبيسسا قالت نجت فعلمنا وسبيسسنا فعطانا نوك إن حكمه مرتو إساء وقال نجد أشعرنا أنسها إن تلتي يتي أنسى إياه مرتو سن قام يسيد أنسى وحدثنا عبد الناقد وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نترف ونحن نغسل هل نتنك لين إحدى بناتي تكاد برانسة فقال نجري اغسلنا سيسا لك وترا قريت لك خمسا شن أو أكثر من ذلك وكسن ردو بنحو حديث أيوب وعاسم فكاد حديث أيوب وعاسم وقال في الحديث حديث قيسة نجي قالت نجي فظفرنا نلوين شعر رفين سيدا ثلاثة أسلاس ثلاثة أجزاء يجو هم نسديت قرنيها وناسيتها قرنيها وناسيتها قرنين مجا متاركة جمع جمانة ناسيان سمويسيت وليسديت مجا متاركة جمع جمانة تيفي سمو وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي حيث أمرها يروسي أجج كيستي أن تغسل لقو كيستي ابنته انت ليسا قال لها إسيد أنجد إبدأنا إيقلا بما يمينها من روان إسيت ومواضع الوضوء منها بوتو لي وضوءة إيقلا منها إسيت نرى كان صغر من ذات مغلا من لي وضوءة نبكا جين kama yero dikan garam digatin egalan
because la wadda tan sanis yero gahan kamulu di asani de galan jechura wa mawadi'u al wudu'i mirguma yero galan san otle wudu'ati ne galan jechu arkavi mila bikudwa hadathana ya ibn ayyuba wa abu bakr bin abi shaybah wa urul naqid kullu ma'an ibn ulayyah qala abu bakr hadathana isma'il ibn ulayyah an khalid an hafsah an ummi atiyyah anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahunna fi ghasl ibnati ligasl balasaki sanijid idana igala bima yamina mirgo wani sitno mawadi' al wudu minha bi thulay wudu'atin igala min an talathatin yasani rabbi qala wudu'atin igala dika باب في كفن الميت باب كفن دعاء كيست وين رفت كفن يجون فتاة دعاء من مرسا كيست يجون كفن امت مجاني كفن بيتان مجاني كفن رمت نغنين كفن اغنى عيسى هنا غوانا بوتين تنيا ناسمي داتي قنو لارغن دنيا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ولن هجرنا في سبيل الله كان ربي كذت ابتغي وجه الله فول الله برباد ربجت فوجب اجرنا من دانك نسبت على الله الله رتي فمنا نرى من مضى لم دبريت الى لم ياكل كنيات من اجل من داسات الاشياء وتكلم من انسان سنه مسعد بن عمير min dan somali da namada bere kan kaduye chuda min dan isa bo jura kata ye chuda biyo tadda jab sani ke san argatan sun gala tagarte islamina asanit sarmatu min da sanusun fatarin ka kutajira mus'ab bin umayri fa isanir ra qutila yawm uhudin guyadul uhudi ajefa me falam yujad lahu shay'un wa man tukallini safin argamna yukaffanu fi kaisakeeti mammaram illa namiratun ay futatun فوتة كماليتو نميرة الفوتة تنجد فوتة فوتة سبحان الله يمر وفتة دعاء سهلتين أولا لمن جدتو فقلنا نتال إذا ودعناها إسيسا يروكا كأن على رأس متائسات خرجت نبات رجلهم إلي سالمين جلان قدبات ميلان قيو وإذا ودعنا يروك النهائي سيسن على رجليه ميل أسال من خرج نبا رأس متانسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجد دعوها سيسا لكسا مما يلي رأسه ضعوها يعني كايا يجو ضعوها سيسا كايا مما يلي رأسه جهة متائسة آنسان الران كايا أي على ما يلي رأسه وجعلوا غدا على رجليه ميل سالم من رت على ذخيره الجسار غدا يرجعوا وفتا قام بيروبتن ميل رمتا درسنجو وجعلوا غدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه وجعلوا غدا على رجليه الاذخر ومنا نرى من عين من اي نعت له نم اسابيل جات تجرى ثمرته في نساء فهو انس يهدوبا كاسمي قولا استعار لكم ارقفنا رجل لما فتح الله عليه من الدنيا بوجو ارقتني رسكين قرتيت بنامتي ورفت ارجر تجرى حاجتهم وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حاوى حدثنا من جاب بن الحارث التميمي اخبرنا علي بن مسير حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي من مرمي في ثلاثه اثواب فتس دكيسه بيض ادادي كتات سحليه نسبه الى سحول رسول الله كتو كتات جورا ان كرسي بن جبريل راكتات ليس فيها قميص قميص نسيكيس كنجر ولا عمامه اماما لين اما الحله فانما شبه على الناس بها اما الحله فانما شبه على الناس بها أموتشوفايا حلة تجدا وفتا لما حول فكات يجور فتا جلا قبة حول فكات يجوره مرتوفي همسولا كجلا قبة حول فكات أما الحلة التي زعموا أنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها فنفايا كجلا قبة حول فكات كرسولك يسدك فلم يجد أمسوني فإنه لم يكفن إن كيستهن كفن من إنما شبه نفك كيف مكوفا على الناس نمرت فيها جتان فايسا كيست مالب جنان أنها اشتريت له لأنه اشتريت له رسولا بتمتية نافي ليكفن فيها كيسا كفن موجت فتركت الحلة فايس نلك فمتي كيسا كفن منه وكفن في ثلاثة أصواب في ثلاثة أصواب وفتس دكيزة نكفنم بيض أداد كتات سحولية دم سهل ركتو كتات سحولية سحولية بضم السين في وفت السين سحولية سحولية نقول إن جرى جندا سحول جدمتو تيماني سنترك فمتو كتات تجرى في دمتو سحولية نقول إنما قوسا نسبة إلى سحول بضم السين جمع السحل هو صوب الأبيض قوسا غار افته ادي تؤتركتو كتات سوجن سحوليه غار افته ادي تؤتركتو كتات افته ادي جوابسن سحوليه نوجن مو غرا غندا يمني سنتي سحول تيدم تؤتركتو كتات من كرسي بن جبريل را كتات فاخذها عبد الله بن ابي بكر فقال لا احبسن نهج عبد الله الى ابي بكر هو ده لا احبسن حتى اكفن فيها يزيدنا نينك بعد هم كيستي كفنمت أما كيستي كفنوتي نفس لبوتي في كذا كيستي كفناجي ثم قال نجد لو رضيها الله عز وجل لنبيه وسوء فتتيس النبي ساتي بربي جالته لكفنه فيها سلا الله أن إسا كفن فيها أفتسا كيست فباعها إسيسا نقرقراته وإسيسا نقرقره وتصدق أن إسرقت بثمانية ملك إسيرا عبد الله ينجد إسرقت والرجل مرد وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نسان سفام في حلة فايتك كيسة يمنية قرى يمنية ركبت كتات كانت لعبد الله بن أبي بكر عبد الله إلما بكر فتات
ثم نزعت عنه إيغانا إسرى نفو دمت رسول الرابع خمته وكفن في ثلاثة أثواب وفتسد كيسة كفنامه سحول يمانية جمع فتا أداد التركتو كتاته يمانية غير يماني التركتو كتاته ليس فيها عمامة إماما كيسا جيرو ولا قميص مدوري كيسا جيرو فرفع عبد الله الفلة فاي ألفو عبد الله فقال نجده وكفنوا فيها أن يستنى كيسا كفن مجد ثم قال نجد لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها رسول الله كيسا كفن مجد أن كيسا كفن مجد فتصدق بها كسيس صدقة جبود فينا صدقة يوم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وابن عينة وابن إدريس وعبدة ووكيع حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الاسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر وحدثني ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدان كم كذا رسول الله كفنا فقالت لي كفنا في ثلاثة أثواب سحلية وفرصد أدادي كتاتي كيستي كفنا يوكا قراء أدي توتركتو كتاتي وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لمن مرمي سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات يرود لمن مرمي جيتشه بثوب حبرة وفته بريتك ومن مرمي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد سواء متساويين والكتاب هلا تنين في اللفظ والمعنى لفظ في معنى كذا تلين حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فكان رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل نبي ربي خطب نقرس يوم قياتك فذكر نتبته رجلا قرباتك من أصحابه سابت سادر ركته قبض كروين سافر مي فكفن ككفن في كفن كيستي غير طائل كفنس قل لك انت نجو قل لي انت مال تحقير نجو فتما وخبر ليلا لكن كيف تتم لك قبرمه اولا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتته ان يقبر الرجل قربان اولا مر بالليل لكن كيف حتى يصلى عليها من سر صلاة موته إلا أن يضطر يو هاجم سيفا ملي إنسان النمني إلى ذلك قما هل كان أوارو رتي رو يوفا يوسدات النمسا يوكا ويا أوال يوسدات بجهة ويفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فكون كيسن أبل السائر وكفنه فليحسن أتلتو كفنه وكفن إساء أتلتو إحسان الكفن جعله أبيض وأنظف أديسا قلو قل كل قلو سني جدوبا كفنة الجن درسين صحيح مسلم السدابة